بيان باسم تجمع نساء زنوبيا. كما نعلم أن المرأة تعتبر الركيزة الأساسية في المجتمع، وبقائها في الظلام يعني بقاء المجتمع بأكمله في الظل والظلام. لذلك علينا النهوض والمسير في طريق ثورة المرأة لتحقيق الثورة الاجتماعية، ولتحقيق النصر يجب بناء شخصية نسائية تكون قدوة، تخلق حركة تنظيمية مدربة تستطيع أن تواكب العصر لتعيد أمجاد أنذاك وترسم المستقبل الواعد بيدها. وعلى هذا الأساس وتحت شعار بالتنظيم والتدريب سنحقق الثورة الاجتماعية، تم إطلاق حملة الاجتماعات الجماهيرية في تاريخ 9/6/2022 في كل من منبج والطبقة والرقة ودير الزور، وتم عقد الاجتماعات في جميع المدن والأرياف والأحياء والمؤسسات والمجالس والكومينات، حيث كان الإقبال والمشاركة كبيرة من النساء من ضمن المجتمع. وكان هدف هذه الحملة نشر الوعي الاجتماعي مما يحدث، ضمان مجتمع من حرب الخاصة تمارس على المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، من ترويج للمخدرات والابتزاز الإلكتروني والانحلال الإخلاقي مما يسبب حالات الطلاق والانتحار، للهروب من الواقع المعيشي التي تعيشها المرأة من انتهاكات لحقوقها كمنعها من التعليم وتزويجها قصرا وتعدد الزوجات. وقد بلغ عدد الاجتماعات 325 اجتماعا، وكان من أهم مخرجات هذه الاجتماعات 1- العمل على رفع من وتيرة النضال ضد كافة السياسات الممنهجة التي تحاك ضد المرأة، 2- مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز الممارس ضد المرأة، 3- تفعيل قوانين المرأة، 4- افتتاح دورات محو أمية في كافة المدن والأرياف والنواحي، 5- القيام بالمزيد من الحملات التنظيمية الفكرية للوصول إلى كافة النساء وتنظيمهن وتمكينهن على كافة المستويات. وفي النهاية نعلن عن انتهاء حملتنا بتاريخ 13/7/2022، حيث استطعنا الوصول لأغلب النساء في المجتمع، وستكون هذه الحملة من ضمن العديد من الحملات حتى يتم نشر مبادئ وأهداف تجمع نساء زنوبيا وتمكين المرأة من كافة النواحي والمستويات، والإشادة بدور المرأة والمرأة الشابة.